حضر بهذه الايه الحادثه الى الان بعدها ب 15 سنه. التفعيل لازم انا احمس الناس اللي حواليا. لما كنا بنتكلم في التفاؤل الصبحيه كده لما الاقي الشباب كده بداوا يدخمسوا او منوروا. بداوا يتعبوا او ما محمسوا. ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليا جمع الحطب. كله خد كذا 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 ما انا بقى هروح اجيب الحطب ايه؟ واجمعه واقف معاك واشد الى اخره الى اخره. بياخد اصعب الاشياء بان هو اكبرهم سنا. عندي يكون عندي رؤيه. ما ينفعش قائد ما يكونش عنده رؤيه. ابدا. ابدا. وقائد ما يبقاش تفصيلي مفصلي. يعني معناها ايه؟ المانجر اللي هو المدير بيمانج اللي هو بيدير الافراد. اما الدايركتور اللي هو هم الاثنين بالعربي يعني. المدير التنفيذي بيدير الافراد. اما المدير العام اللي بيضع الرؤى مع مجلس الامناء ومع مجلس المدراء. لازم عنده رؤيه. ينظر لوطن كامل. ينظر لقطاع ميه كامل او قطاع صحه كامل او قطاع اكل كامل او زراعه كامل او تاهيل كامل او تعليق ينظر كله ويقول له دي الرؤيه بتاعتنا وتعالى بقى يا مدير التنفيذ انت فصل لي مشاريع تخش في كل مفصل من مفاصل المجتمع اللي احنا بنشتغل فيه. ما ينفعش انت قائد زي كده ما تبصوا على الطائر النسر او اللي هو الصقر لما بيلف بيلف كده عشان يلاقي ارنب ماشي بيجري او فار او كذا. دي الرؤيه اللي هي بنسميها بيرز اي فيو عين الايه عين الصقر. بتبقى عرضها وقطرها 100 2 متر بقى بيلاقي حركه كده ماشي بيحسب حساب حركه وينزل يصطاد ايه الفريسه بتاعته. بس دي الرؤيه بتاعت الطائر. دكتور اقل من نص دقيقه. لا ما فيش نص دقيقه. طيب بعدين بعد ال 1000 يوم بترجعه بعدين من سنه في مؤسسه ما اعرفش. انا دلوقتي مش بقرا من الكتاب. تمام. استبار مش الصبر. ها؟ استبار. يعني احنا بكينا ايام كثيره جدا على البوسنه. على اغتصاب بنت عندها 4 سنين. ونشرت القصه دي الجاردن. وكان ايام كتير جدا على دارفور. مفيش قضيه الناس عملوا منها قضيه. مفيش حرب الناس عملوا منها حرب. وهكذا. لكن كان لابد تخدم الغيظ. كنت بتكلم كده عن ايه؟ الكظم. ما اقدرش اخرج واشتم في ده واشتم في ده واشتم ده ما ينفعش دي فيها الحرب. وده اسس من التفصيل. في بعض الاصطلاحات بتذكر في جلسات ممنوع عمل الانسان يذكرها. الكلام ده مفيد بس لا هؤلاء. هذا الانساني. الفقه الاسلامي ها انا بنكشكش كلمه ربنا قال اليتيم وقال المسكين وقال كذا يدعوك الاسير من الزلنا احنا. فلذلك الشفافيه المرجعيه الاستقلاليه نعترض على السبعه دول نص الصليب الاحمر الدولي دي تختلف عن المؤسسات الصليب كلها. لا معينه بشتغل مع ده. اول خبره احنا عملناها مع الحكومه في الخرطوم في كينيا. زيك يا دكتور واحنا من عندكم اسكندريه وانا من القاهره وكذا. قصدي دي الناحيه دي لازم معينك من الحياز مش عارف مين اسم الخليفه وعد فالخدام يعني خادمه. فتخيل في الموقف البسيط ده كقائد مجتمعي التنازل دي بقى حته ما ينفعش. يا تقول لي شيخ تقول لي قاضي او سياسي لماذا بلايه بسيطه على المجتمع هتنازل عن الاجتياح الاسرائيلي لجنوب لبنان كسياسه اسلاميه واشتراك فيها 6 أو 7 جمعيات دفع 100,000 ودفع 5 ودفع 20 كلهم اتحط شعارهم على الصندوق. اقولها تاني؟ واضح. اقولها تاني ولا بنزع عشان محافظ؟ لا واضحه. كل في سله واحده. كلهم على سله. على سله نفس الشعار ونفس الحجم. لكن دفع 100,000 خد حصه 100,000 ودفع 5,000 خد حصه 5,000. فهنا شعرت الجمعيه الصغيره ان انا بكبرها. وشعرت الجمعيه الكبيره انها خدت حقها. وشعر المستفيد ان كل الجمعيات دي بتحبه وجايه عنه. شراكه. لا مثلا جمعيه الف او ب او ج كل دول جايين بيحبوه دي انا. ازاي؟
نروح في منطقه معينه نتفق على الخرفان هنذبحهم فين اضاعهم. انت خش في الحاره دي وانت خش في الحاره دي لو كانوا شغالين على نفس المدينه اخواننا الانقله دي بتضيع كل حاجه ودي ايه نعطلها مسيره العمل الانساني والعمل السياسي في كل مجالات. فلذلك نفشل من اجل فساد ذات البين او فساد ذات البين هي اللي بتخلي نفشل. فدي بعض اركان السلوك التربوي القياده المجتمعيه. انا قلت فيها احاديث وسنن قلت بقولها عن الراجل الشارع. راجل الشارع وتعلمنا من الشارع والشارع علمنا. هنبني مجتمع لابد نتنازل. انا حمدها يا سيدي. انت ده كده بكلم عربي ده انت وين بنفسك لازم انت ازرق ولا احمر يا نبيل بغير. ابعاد التفكير الاستراتيجي دي يمكن فيه 50 بعد انا مش حاضر اتملك كلهم كتير لان معناها ايه تعرف بعد يعني ايه دايمنشن. دايمنشن يعني ايه يعني بعد المناخ. يعني ايه بعد المناخ؟ احنا شايفين المناخ نشعر بالمناخ. هل احنا بنعرف فلسفه المناخ؟ فلسفه المناخ الثقافي اللي هنعيش فيه؟ هناك ناس يرسموا فلسفه المناخ الثقافي اللي هيأثر في حياتنا. انا اتكلمت كلام جاي منين؟ ولا علم ولا حاجه. ولا علم ولا حاجه. وشوف شوف شوف الاخر يا اخي الفاضل احنا نتفرج على مسلسل. المسلسل ده وراه فكر. الفكر وراه فلسفه. فلسفة وراها ايه؟ فكرة. وهكذا. فإذا أردنا أن نغير مناخ مجتمعي معين نصبر عليه ونؤثر له ثقافيا ومهنيا وإعلاميا وأخلاقيا وقيميا ومجتمعيا. كل الحاجات دي كلها هتدخلها بعضها. أنا هغير. أنا عايز أزرع زي ما بقول دايما أنا عايز أزرع مانجا فين؟ في ستوكهولم. ينفع؟ لكن عايز اغير مناخ ستوكهولم اخد مني 100 سنة. شفت بقى قد ايه تغيير المناخ؟ فمن اراد ان يغير المناخ الثقافي او مناخ الاجتماعي او مناخ الانساني فعليه ان يؤثر له في فتره زمنيه ليست بيوم وليله. من خلال مؤسسات مش خلال عنترات. انا عنتر وانت عنتر. انتهى عصر العنتره. خلال بناءات مؤسسية تبني مناحي المجتمع في جميع أركانه. يعني إيه مناحي المجتمع؟ يعني كل مكون مجتمع وأركان المجتمع. ركن المجتمع ده فيه 50 مكون. وابتدى مدي محاضرة في مصر أو ورشة عمل مش عارف كانت إيه ورشة عمل 3 ساعات كده. وكنت وانا ماشي خارج من الجامع لقيت واحد بيبيع لوف. عارفين اللوف؟ ليفا يا سيدي. ليفا 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 كلنا كنا عايزين ليفا. اللوف بتاع ليفا للشعب الفرحان تحت الرايه. كمل بقى فين الشعر كمل خلاص وقفته؟ لا ده عملك شعر. المهم وانا خارج اشتريت لوف ليفتين خدتهم معايا. كان يعني معايا طارق اللي هنا بس هو مش موجود دلوقتي لو كده ارتاح النهارده. قال لي انت جايب الليف ليه؟ قلت له هتعرف فيما بعد. اللغه العربيه الفصحى. رحنا للناس ادوني البتاع اللي انتوا لابسينه في صندوقنا قد كده. ايوه لا دي وحطيت بصوا على ايه؟ على الليف. ازاي؟ بص اتكلم عن حاجات تانية مختلفة خالص. بقول استنى في الآخر استنى في ولا انا ما استعملتش امبارح كل الحاجات دي كلها بقول لكم صح. اقول له ما هي اللي قلت له الليفه دي مقطع نعمله يعني اشتغل على الايه او النبات. مجتمع ما اعلم كل المكونات بابعاد العمل تخطط المستقبل تستثمر نقل يكون لك شركاء بالاضافه. ازاي افتح الانسان؟ انا الانسان ما عندش عداله. يعني العدل يساوي السفر. الجمعيه حول موقفه السياسي الخاص الى موقف جمعي. واضح واحد في سبتمبر
الليفة والحمام. لا لا ما لا ليفة عشان اتوضا وكان هو جاب واحد اسمه جمال دكتور احمد وائل رب حد جدا. قلت له نعم المجتمع المسلم في اوروبا وامريكا وما يحدث للمسلمين يحدث لنا ولابد ان نخرج للاعلام خاصة قال رفض بإيه؟ برسالة إنسانية. برسالة إنسانية منتهى القوة. حتى في أحد الحوارات الإعلامية مع رجل الفعالي شعرت وكأن في عيني الضغط النفسي والعصب اللي كان عندي قبل إيه؟ وعطيه من أسبوعين كان لازم ترد عليه وتقول له أنت مسؤول عن التصريح اللي أنت يؤدي إلى قتل أو ليك موقف إنساني داخل موقف سياسي ملبد لا يتغير لا يتغير ما بشتغلش في عمل إنساني أحسن له المعلومة مهمة جدا اللي بتكلموا امبارح على الرسائل هناك قوة جوجل في إيه يا إخوانا؟ كويس معلومة وكلكم بتجمعوا كل يوم معلومات غير عادية تسمعوا لكننا لا نستطيع فما تميز به جوجل فن وحرفة ومهنة ما اقعدش اعمل اقول لكم بالعربي ولا بالانجليزي سنة ونص سنة تحب نقول اسماء؟ طب انا قلت المرة مش هتكون متحيز اكثر من اللازم وانا سعيد جدا بسم الله مش في خمسة 9 في حد ورا 10 11 كويس 12 الله اكبر ليه لان المجتمع كلنا طبعا بالنسبه للشباب جدا تكون مستعد خلصوا الكلام الحق والعدل في الاجيال وانا عايش لازم تقول لي ابعاد دماغ ما اروحش الاقي جمعيه تقع طب ما تقع انت مالك انت تمام يعني الحاجات دي كلها البال بعد ما عمل لا عندهم عندهم قلبي على الترابيزه تعمل فيه اللي انت عايزه ابوس قلبك انا بس عاوز نفرق لا بس انا عايزك تطبخ كده بحبه بصل وحبه ثوم سلامتك ها هو طبعا الكلام ده يعني ممكن يبعتوه دلوقتي على الجروب العام يتابع مع حضرتك الامر عند القياده حضرتك انت ضيف عندنا فندم انا موثق تدريب يعني تحت امركم في اي يعني تحت امر المتدربين ايوه بس انا صعب الزف يعني هو اكيد المزاج الزف يجيب حد في النص يعمل تيك 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 انا اللي بيعمل تيك 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 بخليك بخلص تيك 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 بتاعتي وبعد ما ايه اسجلها فيديو ايه تحمل حضرتك للضغط بتاعي هنفكر يلا بالسلامة هنتقابل ان شاء الله بعديها الامتحان ان شاء الله كل ده مبادئ الرؤيه بقى مبنيه على الايمان يعني الايمان ده يكون متقاطع مع كل نقطه من النقاط دي كلها بغض النظر عن الدين وعن الثقافه وعن العقيده وعن الخلفيه خلق. ايمان الشخص لكن ربنا سبحانه يكافئ المسلم وغير المسلم في حياته على الانجاز والاخلاص الإيمان بالحل بالبحث بالاستشارة بالحوار المفتوح بالإصرار إلى آخره كل الحاجات دي كلها تكون عندنا في مبادئ الرؤية نخش بقى على التفكير أنا كنت في يوم من الأيام في اجتماع لمجلس إدارة إسلام الكليف بتاع ماليزيا ودي حاجة من الحاجات اللي أنا ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا بيها وأنا قاعد كده جات لي حاجة اسمها إيه فيلم بتاع ابن حميد في حد سمع فيلم بتستفيدوا؟ إيه؟ ها؟ ابن حميد هو فيلم قديم قوي ابيض واسود اسماعيل ياسين اسماعيل ياسين ده اصلا الفيلم ضعيف شويه ها انت اصلك ناس اخلاقه عادي فانا افتكرت الحوار ما بين المعلم ومراته حوار تقليدي روتيني هي كل يوم تقول له انا عايز اكل ايه روتين معين هو عايز يغير واخد بالك ايه فهي بتديله لسه الاكل كل يوم ولا بس خلاص يا وليه
على الولية اللي عندكم في سوريا صح ولا لا؟ بس يا حبيبي علمناها ممكن يعني مش مش هان يعني خلاص يا زوجتي الحبيبة يعني هاتي ليست بتاعتي أنا بقى فأنا سميتها bring a list bring a list مع كل حرف من الحروف الإنجليزي حطيت ثلاث أبعاد للتفكير الاستراتيجي هفصل فيها دي بس مش قوي يعني البي اللي هي النظرة العلوية الشمولية اللي لازم يكون ده قاعد عندك والبي بردك اللي هي يبني الجسور أم أبيت لابد من الجسور وبعدين يكون عندك اللي هو المعرفة الأساسية للعمل اللي انت بتقول مش معانا لازم يكون عندك معرفة ده البي حرف الار اللي هو ايه شايف الموارد اللي عندنا هي الموارد اللي قبل رؤوسكم كذا عشان تساعد انا بنخ اهو عايز اجلد نفسي بس لان انا محروق ان اموال كتير جدا بتصرف في اعمال اغاثيه ولا يوزر للبحث والتنميه والاهتمام بالمصادر البشريه الار ريسورسز كلها وبعدين ريسيرش وبعدين ريسيرش اند ديفلوبمنت والرول ودورك انت عملت جمعيه خلاص الرول هو الدور بتاعك وبعدين هتعمل ايه الجمعيه دي لازم يكون لها دور في المجتمع تعملش جمعيه ما لهاش دور في المجتمع مجرد حاجه كده لا اعمل وانا هتخصص في تعليم الاطفال يعني مثلا كنت في جلسه من الجلسات جلسه كان دعوه كنا في القصر وكانت الاميره اسمها ايه بنت الملكه بنت الملكة جايين عشان يعملوا ايه؟ احد اللوردات شاف عصفورة جميلة جت خبطت على الشباك بتاعه قلت انا لسه الموضوع ده من كام يوم عجبته العصفورة فدور على تاريخ العصفورة اللي بتنقرض عمل لها جمعية يبقى جمعية تحارب انقراض هذه العصفورة سموتوا العصفورة في السوري يعني ايه؟ عصفورة اكيد يعني؟ تكلموا عربي هنا؟ ده الار دي بقى الحته دي اللي هي الذاكره المؤسسيه دي من اخطر الاساسيات في بناء اي مؤسسه ان احنا ما عندناش ارشفه المعلومات والتاريخ داخل جمعياتنا وانا مستعد وانا مستعد ايه تيجوا تكلموني عن انتوا بتعملوا ايه في الارشيف اللي هي حاجه اسمها الانستتيوشن ميموري لما يجي مدير جديد يشوف اللي عنده ايه ال 10 سنين اللي فاتوا عملوا ايه او الخمس سنين او الاخر اللي هي الانستتيوشن ميموري وان تكون القياده دي في التفكير الاستراتيجي بتعمل تفكير استراتيجي عشان تحمس الناس وتفعلهم تحميس وتفعيل وبعدين يكون فيها انكلوسيفنس دي الاي يبقى الانستتيوشن ميموري انسبيريشن اند انكلوسيفنس الذاكره المؤسسيه الحماس والاحتواء الشمولي دي الات من بناء الرؤيه الاستراتيجيه الات تستعملها هل في استراتيجيه بتاعتنا النقاط دي كلها ولا لا النقطه الرابعه اللي هي الان اللي هي ماذا بعد لازم في كل برنامج في كل مشروع في كل حمله نعرف ماذا بعد مش صورة ويمشي المانع، لا. بنعمل هذا لماذا؟ وبعد لماذا بتقول لماذا ثانية؟ ولماذا ثالثة؟ ولماذا رابعة؟ ولماذا خمسة؟ وفي الإن بردك ماذا بعد؟ اللي هو تبقى إحنا بننساق ورا حاجة المستفيد. مش ورا حاجة المتبرع. مش ورا المال. يبقى النيدز دريفن. يبقى اللي بيقودنا الحاجة. بتاعت الطفل والأرملة والمرأة والشيخ والمناخ اللي احنا عايشين فيها. وبعدين التشبيك ده مهم جدا اتكلمنا احنا عنده في الصباح نتوركينج مع أي حد. مع ذلك حضور الاجتماعات في الدفاع وحماية مؤسستنا. واحد بعد مؤسستنا وعجبونا واشتغلوا معانا إلى آخره كان في جلسات خاصة بتاعتهم هم. فذكرنا هذه الجلسات 14 سنين.
دول مؤتمرات دولية هدف من الحضور مؤسسة رئيس الجامعة. دخلنا على الجيم، احنا قلنا برينج دي أول كلمة. في الجيم هي اللي إيه؟ لازم ربنا يكون معانا في كل شيء. توكل. يكون قاطع كده في كل الأعمال بتاعتنا هو الوضع الاستراتيجية والجغرافيا بتاعتنا. جغرافيا. المدينة، المحافظة، البلد بتاعتنا، ودي مهمة. اللي هي نعمل القواعد الشعبية اللي هم دول داخل الغارة اللي هو الله سبحانه وتعالى. الايه اللي هي في النص دي لازم يكون عندها تفكير بديل للالترناتيف ثينكينج والامبيشن والادفوكسي. لازم يكون في تفكيرنا الاستراتيجي التنظيمي. ها؟ عندنا كذا جلسه من الجلسات لنصر زي هنتصل للفقير، زي هنتصل للجفاف، زي هنتصل لمحاربه المجاعه، زي هنتصل لمحاربه مرض الايدز وهكذا. اما نخش في حملات المناصره دي ال انت في جمعيتك او في الادفوكسي زي الاوكسفام او في توزيع الغذاء زي وورلد فيجن او في الايتام زي بلان انترناشونال او الى اخره. فانت متخصص في هتقود المجتمع في ايه؟ بحيث الناس لما تدور عليه تقول اه روح المؤسسه دي عشان بتعمل كذا. ايه القطاع اللي انت هتخصص فيه فتصبح انت قائد في المجتمع الانساني. كلمة learning organization المنظمة المتعلمة المعلمة دي معناها ايه؟ معناها ان الغفير يعلم الرئيس والرئيس يعلم الغفير فوق والتحت. عم نقعد في جلسة واحدة كلنا سواسير. بسمع رأي الغفير المنظف وفي نفس الوقت بسمع رأي الرئيس. مفيش هنا عنطرة. اصل ده الرئيس ايه الرئيس يعني؟ ايه يعني؟ ايه مشكلة؟ ايه يعني هاني البنا؟ توظف هاني البنا؟ لا ما سلمت شيء بس توظف ايه برضه؟ لا 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 انا بقول انا توظف ايه؟ انا بقبلها معصب ايه؟ هو انا بقول توظف ايه مش معصب انا فرحان. طيب ما تقول عليك ان انا بيصنع الطرقش العمل. ها؟ لذلك المؤسسة المعلمة المتعلمة ان الكل بيعلم بعضه. كل بيعلم بعضه. كبير يعلم الصغير والصغير يعلم الكبير. ليجل يكون عندنا في المؤسسة إدارات قانونية تحميها من الداخل. لو ما كانش عندنا إدارة يبقى احنا بنشوف القوانين بتاع أي دولة أو أي مجتمع ولا نكسر القانون. يبقى نلتزم بالقانون. في الآي الإندبندنس لا الاستقلال معناها ايه؟ عشان بقى الواحد قاعد كده يتكلم وانا بقيت اسخن. ان انا ما ابقاش قاعد في مجلس اداره وصاحب القرار في حته ثانيه. مرفوض 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 مرفوض. هنا الخطر على اي جمعيه. لان ما تعتقد انك بتعمل شيء في خفاء عن الاخرين. عن طريق التليفونات، عن طريق اللي كذا، عن طريق اللي كذا، عن طريق عارفين. يقول لك انتوا قاعدين مش انتوا الخمسه بس مش انت اللي بتاخد القرار. الحاج فلان هو اللي بياخد القرار. ما تدخلوش مركز دوت رايح نصب. ما ينفعش. هذه الديون شئنا ام ابينا لابد نقصها. ونعمل استقلاليه لكل جمعيه عن الامهات والاجداد والاباء. وده تغيير في المنهج الفكري للعمل الدعوي والثقافي والاجتماعي عند العرب والمسلمين. بنعمل في مجتمع دلوقتي او في عالم ها ينظر لما يقوله الفرد وهو في بيته. وهو في بيته. فناهيك عن ان يؤخذ القرار من ناس مش موجودين في الجمعيه. تحاصر. خد بالك؟ فده طبعا استقلالي مهمه جدا. هويتك ايه؟ مش عيب انك تكون هويتك اسلاميه. بس معاييرها انسانيه. شعيب حصل حوار على اسم الاغاثه الاسلاميه من منتصف التسعينات. صح؟ والشعار بتاعها. قلت لهم هتفضل هي كده. لماذا؟ عشان يتعامل الاخرين مع مؤسسه اسلاميه تتبع المعايير الانسانيه.
ولها خلق وقيم إسلامية. في المرحلة دي بالذات، في الفترة دي بالذات، ولم تكن الفترة أقل سوءا مما نراه اليوم. فما مش عيب يكون عندك هوية علمانية، ليبرالية، إسلامية، كذا كذا، بس معاييرك إنسانية. أنا ما عارفش أشتغل بعد في الثورة التكنولوجية، ومن منتصف أو آخر الثمانينات لما أول كان حلمنا الكبير قلنا يكون عندنا كمبيوتر. احنا بدأنا في 84 وصلنا 89 وبعدين يعني ما كانش عندنا ايه؟ ما كانش عندنا مكان. بعدين اشترينا صندوق حطيناه على الحيطه. بعدين خدنا ديسك في غرفه في سنه 86. وبعدين 86 خدنا غرفه ثانيه تحت بيت السلم اللي كان عايش فيها فادي راح فيها. فادي والفران ها؟ وطلع بيشيل الفران معانا. لا كان فران بس الصراصير لسه ما طلعوش، لم يرتقوا. ها؟ وقعدنا فيها فسنه 87 واحد من الشباب ادانا يعني شركه. كمبيوتر، كنا بنقعد نصور جنب الكمبيوتر فرحانين عندنا كمبيوتر. حطينا كده كل متبرع يجي يخش ب 50 جنيه مش كمبيوتر. كانش عندنا تليفون ولا كان في فاكس ساعتها، يعني كلها تيلكس. كنا نعمل تيلكس، كنا نروح نأجر التيلكس ده عشان أضاع. كان كل متبرع الأضحية نقول اسمه لغايه ما فاز وطلعت من الشيخ بن باز الله يرحمه وبعض المشايخ ان من يجوز الايه النيابه عن ايه اهل يعني خلاص لافغانستان يبقى خلاص دي اضحي افغانستان. فيقول لها 3000 راس. خدت واحد يقول لك محمد علي محمود حسنيه عليا خديجه اللي انت طباع مثقفه بالكلام. وكان يوم موت بحر خلفان يقف يقرا الاسم كل خروف على الـ على الـ على الـ على الاضحيه اسمه كل مشكله اسمه كل مانح التكنولوجيا. فده بالنسبه لايه التكنولوجيا. اوعى تنسى التكنولوجيا. ففي سنه مش مشكله تبقى حلوه ما تخافش.